أما التبرك بآثارهم وهو النوع الثاني، والتمسح بثيابهم أو بعرقهم أو التبرك بتقبيلهم، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهو من البدع المنكرة التي يجب على من فعل به هذا أن ينهى الناس عنه. ولكن والعياذ بالله بعض الناس تدعوه نفسه الأمارة بالسوء والهوى وحب الرئاسة والجاه أن يمكن الناس من أن يعملوا به هذا العمل من التمسح به وتقبيل يديه والانحناء له وما أشبه ذلك. والذي يفعل هذا في الحقيقة هو مشارك أو يريد أن يشارك الله فيما يجب لله تعالى من التعظيم والإجلال، فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يحذر من يفعل به هذا، يحذرهم من أن يفعلوا به هذا الفعل، وأن يعرف قدر نفسه ويعرف قدر ربه تبارك وتعالى.